مفروض من دايره السيفن دي الهدف منها ايه؟ اللي انا بطبق دايره السيفن. احنا قلنا عندنا في الاساس لدايره السيفن بتتكون من مقاومه زائد مصدر في سيجنال. المفروض ليها بتتكون عندي مقاومه ار سيجنال زائد الفي سيجنال الموجوده عندي زائد الار ال اللي هي المقاومه دي. الهدف من التجربه دي اللي انا هكون الدايره دي، اجيب مصدر الفي سيجنال، اجيب جهد الفي سيجنال وهجيب جهد الار سيجنال، وبعد كده المفروض ان انا احقق نظريه الماكسيمم باور ترانسفير اللي انا اجيب قيمه الار ال اللي هي بتساوي قيمه الار سيجنال. فدلوقتي هنكون الدايره اللي هي هتعمل عليها التجربه اللي هي دايره زي اللي موجوده تحت ديت، نفس الدايره اللي فاتت، عبارة عن أربع مقاومات معايا ثلاث مقاومات في بينهم نقطة مشتركة اللي هي النقطة ديت عاملة ستار مع بعضها، وبعد كده متوصل معاهم مقاومة تانية عن طريق الدايرة. فاحنا بص في الدايرة دي عاوزين نصمم نفس الدايرة دي، النقطة المشتركة اللي هي عندي في النص دي أهي. يبقى انا دلوقتي عملت الستار اللي موجود عندي في الدايره ديت اللي هي النقطه المشتركه اللي في النص اللي بين ار 1 وار 2 وار 3. بعد كده في مقاومه الار ال، اوصل مقاومه الار ال هنفترض مثلا ان انا هاخد المقاومه دي هيكون الار ال معايا، فنقري الار ال في الدايره معايا متوصله على المقاومه ار 2 متاخده معايا، دي المقاومه ار 2 هاخد مقاومه قيمه المقاومه ار ال ووصلها معاها على التوالي معاها. فاحنا خلينا فاكرين دلوقتي المقاومه ار 5 اللي موجوده هنا على لوحه المقاومات هي دي مقاومه الار ال. الطرف الثاني مقاومه الار ال رايح فين؟ الطرف الثاني رايح عند النقطه بتاعه الار 3 النقطة بتاعتها اللي تحت، يبقى النقطة دي هتروح مع النقطة دي. بعد كده الاثنين اتوصلوا مع بعض في نقطة واحدة، تلاقوا في نقطة واحدة، بعد كده راحوا فين؟ راحوا على مصدر الجهد، يعني النقطة اللي هم متوصلين مع بعض ديت راح جاي من النقطة هي المشتركة، راح جاي رايح على مصدر الجهد على السالب بتاعه، يبقى هاخد دي كده النقطة المشتركة بينهم واروح بيها على مصدر الجهد. الطرف السالب، طرف في عندي. طب بالنسبة للطرف الثاني بتاع مصدر الجهد، الطرف الأولاني، فهو رايح مع المقاومة الأولانية ديت اللي هي زي ما قلنا لسه بتاع سايبة، ما حطناش فيها حاجة. دلوقتي الطرف الثاني رايح مع المقاومة. يبقى أنا دلوقتي كونت الدايرة اللي المفروض عاوز أحقق عليها في سيجنال. بعد كده هعمل إيه؟ احنا قلنا دلوقتي اللي انا هطبق النظريه دي ازاي، اللي انا عندي المقاومه ار ال نظريه الفي سيجنال، بروح جاي شايل المقاومه الار ال اللي موجوده في الفي سيجنال، بروح جاي شايلها واعمل عليها اوبن سيركت. دلوقتي اروح جاي شايل دي، فكيت الاثنين من بعض كده، كده عملت اوبن سيركت، ويعتبر اكني شلت المقاومه ار ال اللي موجوده معايا في الدايره. تمام، شلت المقاومه ار ال اللي موجوده معايا في الدايره. دلوقتي بقى دلوقتي معايا الطرفين اللي فاضلين دلوقتي، الطرف بتاع المقاومه ار 2 والطرف بتاع المقاومه ار 3. المقاومه ار ال شلتها، يبقى النقطه اي بي ديت يعتبر بقت اوبن سيركت دلوقتي معايا. دلوقتي انا عاوز اشيل هقيس بالافو دلوقتي الجهد اللي موجود من الاي او بي الاي او بي، وده هيكون جهد الفي 7 اللي موجود معايا. يبقى هوصل الدايره دلوقتي بعد كده عاوز اقيس الجهد اللي على الاوبن سيركت اللي هو الجهد بين الاي والبي. هاخد الطرفين بتوعه همت، وانا عندي الطرفين دول عملت عليهم اوبن سيركت عشان شلت المقاومه دي، اخد طرف واوصله هنا والطرف الثاني واوصله هنا اللي هو على الطرفين بتوع الاوبن سيركت اللي هو مكان المقاومه ار ال، واقيس الجهد. الجهد معايا طلع 6، طلع معايا 6.15 اللي هو جهد الفي سيجنال اللي المفروض اللي انا بقيسه. طب بعد كده انا عاوز اجيب قيمه الار سيجنال. احنا قلنا في قيمه الار سيجنال بعمل ايه؟ اللي انا بشوف كل مصدر جهد موجود عندي واروح جاي شايله واحط مكانه، واروح جاي بشيل المصدر دوت واروح جاي حاطط مكانه شورت سيركت. فانا دلوقتي عندي مصدر جهد اهو، هشيل الطرفين بتوعه وعاوز اعمل شورت سيركت، قلنا بنوصلهم ببعض. تمام كده. بعد كده انا دلوقتي عاوز بقى دلوقتي بروح جاي قايل قيمه المقاومه. لما انا شلت المقاومه دلوقتي المقاومه ار ال دلوقتي بقيس بين الطرفين الاي والبي دلوقتي الار اي بي اللي هي الار ايكويفالنت بيكون هي الار سيجنال. فانا دلوقتي هاجي على الطرفين والمقاومه ار اي بي والطرفين اي بي اللي موجودين عندي اللي انا كنت عامل عليهم اوبن سيركت،
المفروض ان انا اقيس المقاومه من ناحيتهم واشوف قيمه المقاومه هتطلع كام. فاحنا دلوقتي هنقيسها وجايين حاطينهم تاني هنا في الافو. بعد ما حطيتهم في الافو يا شباب دلوقتي المفروض ان انا عاوز اضبط الافو اللي هو يقيس المقاومه. ضبطت الافو اللي هو قيس قيمه المقاومه معايا طلع اصل المقاومه الكليه بتاعتي 1.156. لو انت جيت طبقت الدايره ديت بايدك كده وحسبت المقاومات اللي هتكون موجوده معاك واللي ما عملناها في السكشن هتلاقي اللي فعلا دي هي المقاومه الار 7 المقاومه الكليه بتاعتي دلوقتي الار 7. طب انا دلوقتي بعد ما جبت ده كله انا عارف دلوقتي عاوز اجيب قيمه الماكسيمم باور ترانسفير. الماكسيمم باور ترانسفير في قانون نظري بتاعي اللي انا ممكن اجيبها من خلاله اللي هو بيساوي الفي سيفنال تربيع على الاربعه على 4 ار سيفنال. او ممكن اقيسها عملي اللي انا بجيب البي بتساوي البي ماكسيمم بتساوي الاي تربيع في الار. فانا معايا قيمه الار ال اللي هي بتساوي الار سيفنال اللي انا جبتها 1.156. محتاج اعمل ايه تاني عشان اجيبها؟ محتاج اللي انا اقيس التيار اللي انا وصلت البتاع دوت وصلت اميتر في الدايره وصلت الاميتر معايا في الدايره اهو وهقيس من خلاله التيار. لو قلنا الجهاز ده فيه مشكله مش بيقيس تيار فانت ممكن باي افو تاني هتقيس التيار وتروح جاي بيساوي الاي تربيع في الار. الجهاز دوت ملف التيار اللي فيه الاميتر اللي فيه محروق فمش بيقيس تيار فانت بعد كده يعتبر طبيعي. انت كده كده مش هتقيس عملي حاجه مش هتطلع في المعمل فوق في الغالب انت مش هتطلع في المعمل بس انت الحاجات دي كلها تشرح للدكتور قدامه انت عملت الحاجات دي كلها ازاي وصلت التجربه ازاي وكل حاجه واشتغلتها ازاي جزئيه جزئيه. فديت اخر تجربه معايا في الدي سي. فاضل معانا دلوقتي التجربتين الاي سي اللي هنشتغلهم دلوقتي.